يا بنتي يا هديه. ايه؟ عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوى بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه. مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه. يلا. أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. أقفش. لا لا أقفش يا كمان. ما تقدرش هنا هنا. أقفش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غيرك. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى. قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي اجلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. امر جناب. لمين البدله دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. يا دلهانه، هتلبس بدله؟ امال هلبس بوكسر. لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعاده. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيورة دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش الا لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك هاكلك الجزمه القديمه. قولي لي يا بيبي. يا ست الناس، يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خذ يا فزع الشريط ده، اديه للكبير لما يصحى، وروح انت على العربية وانا جاية وراك. امر جنابك. هدية هدية، انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك. اشبعي بيه، عجبك قوي يا اختي. انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخط كانك نايمه وجنبك وبور زلط. انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجه غلط
وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك، ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ست هدي، ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الأمانة دي. اهدى شريط يا كبير. اخفض الوش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فايتك للغزية تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهديلك الاغنية دي. نيكول، انا يعني كنت عايز اقول لك على حاجه. بصراحه انا كمان بدي اقول لك شيء. يبقى قول انت الاول، ليديز فيرست معروفه. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياه هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. انا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي اقول ان انا مش هعرف اعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. أنت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي. أنا لو كنت مكانها أو أي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده وأكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن أنساهم. وأنا كمان أثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم.
ليه؟ Do it. وادو يلا بقى. خلي بالك على نفسك ها. اوكي نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي يا هدية خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. كده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلت لك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غادي تمال، ما نتعاتبوا قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي ما تاجي نتعاتبوا فوق، ها نقفل الباب علينا في الاوضه لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية خدي جوزك وطلعي فوق. انا متشكرة قوي يعني كول تقولي سكت. وانا متشكر قوي لي كول. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجوده عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسياره لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفله كومبليمون. انت انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل. انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس. اهبل. انت انت هدرس انت تعمل كده في اي اي ليه؟ معلش يا جماعه سوري، الغلطه دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه 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 انت ترجع بلدك حالا؟ انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد لعب العيال ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي حتى انت هدرس Tch, 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 tch,